ايه عمك جاي يحط علينا تاني. بقول لك ايه، احنا لسه على بابا الله ما استفتحناش، روح بيتك ارتاح لحد ما نعمل قرشين. بقول لك ايه يا عظيمه، ابوك الله يرحمه ما كانش بيستخسر فيا حاجه، لا فطار ولا عشاء. بقول لك ايه يا عم، الله يكرمك، احنا لسه ما اصطبحناش، نفلك لفه في السوق كده يمكن ربنا يكرمك. طب ورحمه ابوكي، ما هتحرك من هنا وبطني فاضيه. اعوذ بالله، انا عارفه الموت تايه عنك فين. قولي حاجه عظيمه. ما بقولش، ده صوت الكبده. فلفل زياده. اتفضل. يزيد فضلك. اوعى تكون لسه زعلان مننا، اختي عظيمه قلبها ابيض والله. خلاص سامح كريم. طب واسمك كريم ايه بقى؟ جابر. قال انت ساكن فين يا جابر؟ ما شفتكش يعني هنا قبل كده. قريب من هنا يا نوسه. لا هوي بتنطق نوسه عسل. انت مش سعيد ولا ايه؟ زهاج. اه اجدع ناس، رجاله، رجاله بتوع سوهاج دول، دول حتى ساكنين هنا كلهم في شبرا. كتر خيرك. تاكل ايه؟ رغيفين كبده. من عين. حسن، يا حسن، حسن، يا نهار اسود، حسن، يا حسن، انا مش بكلمك. انا مش قلت لك 100 مره ما تطلعش ناحيه الباب ده؟ ها؟ في ايه يا مهره؟ ما حصلش حاجه. يا ابني لو خرج بره يخطفوه، يجرى له حاجه. هما مين دول اللي يخطفوه يا مهره؟ مش قوي كده. مالكش انت دعوه. انت يا بيه. نعم. انا مش قلت لك 100 مره ما تسيبش البوابه؟ معلش كنت بتغدى بس والله. عارف البوابه دي لو اتفتحت تاني همشيك. حاضر. سامع؟ حاضر يا مدام. بص يا حبيبي، ها؟ في هنا ناس بيخطفوا الاطفال. ماشي ما تخرجش على البوابه دي تاني، ماشي؟ يلا حبيبي. طب انا خارج يا مهر. بص يا حبيبي، ما تسيبش ايه؟ ما تطلعش هنا تاني عشان في ناس، ها؟ تخطف الولاد الصغيرين. هيا حبيبي. بس هنا على جنب. خد يا بت تعالي هنا. مساء الفل يا ست الكل. هو انا يا بت مش قلت لك 100 مره سيبي النور مفتوح خلي الناس تقرب؟ حرام عليكي يا شيخه بقى، هتموتيني. حاضر والله نسيت. روحي يا بت، انت فاهمه حاجه؟ استني بس اقول لك. امشي يلا خش. انت حرة. لا سحر، في ضيوف عايزه. والله يا سحر هو اللي خلاني اجيبه هنا غصب عني.